أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية في قرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة، وتضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعات العادية. وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان للمترددين من أبناء القرية والقرى المجاورة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين مغناطيسي. للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية. قافلة علاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني، متنقل بيتم تقديم الخدمة فيه. بالقافلة العلاجية بتحتوي على 10 تخصصات طبية مختلفة. معنا خدمة معمل الطفيليات، معمل الدم، معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان. احنا زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة بننفذ القافلة الطبية في قرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة، بننفذ القافلة على مدار يومين. زي ما قلنا لحضراتكم هدفنا الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في التخصص المطلوب، بيتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. محتاج علاج دوائي، محتاج أشعة، محتاج تحليل، بيتم صرفه وعمل اللازم في القافلة بالمجان.